جاءت مصر ضمن أفضل 8 وجهات سياحية حول العالم لقضاء إجازة مشمسة أثناء زيارتها خلال فصل الشتاء، لما تتميز به من مناخ معتدل، مما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء إجازة ممتعة في أجواء شتوية دافئة. وفقا للتقرير المصور الذي نشره موقع ذا إندبندنت البريطاني، أوصت تقرير السائحين البريطانيين بزيارة مدينة الغردقة للاستمتاع بالإقامة في منتجعاتها السياحية الرائعة. ومن خلال تقرير مصور صحفي أيضا أبرز موقع ترافل أند وورلد وورلد، والذي يعد أحد أبرز المجالات الرقمية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة والضيافة والرحلات البحرية والطيران، بأن مصر من أفضل 5 وجهات سياحية بمنطقة الشرق الأوسط تستحق الزيارة خلال شهر أكتوبر. كما اختارت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية مدينة القاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية للزيارة، وأكثرها قربا من دولة الإمارات العربية المتحدة.